جهود تبذل واستثمارات توجه نحو تطوير الموانئ والبنية التحتية اللوجستية في دولة الإمارات، وذلك نظراً للدور الكبير الذي تلعبه كمرافق حيوية تساهم في تنمية وازدهار الحركة الاقتصادية والتجارية في البلاد. موقع الإمارات الجغرافي يحتم أن تكون في قلب الحدث، في خطوط الملاحية الرئيسية كانت وما زالت وفي المستقبل بتخدم. اليوم الحركة التجارية صارت أكثر بين آسيا وآسيا وبين آسيا وأفريقيا، فصار موقع الإمارات جدا مهم بالنسبة للتجارة. الميناء أصبح مركز اقتصادي ومركز تجاري ومركز صناعي متعدد الأهداف متعدد الأغراض، تنمو حوله وفيه عدد من النشاطات الاقتصادية والتجارية والصناعية، ولذلك هو يمثل جزء من دخل الدول الآن. وقد برزت الإمارات كأكثر مراكز التوزيع على مستوى الشرق الأوسط عموماً، وتسهم موانئها بنسبة 60% من حجم التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي. موانئ دولة الإمارات 60% من حجم التجارة اللي جاية حق المنطقة تمر عن طريق موانئ دولة الإمارات 60%. وتكمن أهمية موانئ دولة الإمارات كأحد أهم مراكز الخدمات اللوجستية في العالم، كونها تتمتع بموقع مثالي على ملتقى الطرق بين آسيا والشرق الأقصى من جهة والغرب وأوروبا وأفريقيا من جهة أخرى. الاستثمار في تطوير الموانئ والبنية التحتية اللوجستية ركيزة أساسية تحرص من خلالها دولة الإمارات في تعزيز حركة التجارة البحرية ودعم النمو الاقتصادي. خالد الملا، سكاي نيوز عربية، أبوظبي.